من نهار الاول. ايوه احنا هذا الوقائع هذا الشيء هذا نعرفوه راهو من نهار الاول. ايوه وتحدثنا عليه من نهار الاول. لكن ما كانش فما اذان صاغيه، فما المرحله الاولى تحكم الترويكا. يعني الترويكا هذوما ناس كانوا يخدموا عند الناس هذوما، كانوا يخدموا بفضح راهو. كانوا يمشيوا القطر ونوحنا الاخبار نشوفوا نسمعوهم، هاو قائد الاركان مشى للقطر، الغنوشي نون بارلون با ماشي جاي، المرزوقي يكتب في مجله الكترونيه قطريه، عماد الدايمي ياخذ خو عماد الدايمي ياخذ في الفلوس من عند قطر، سفير قطر يوزع في العمارات والبرتمانات على الفقراء والمساكين قدامنا. رانا كنا كي تشوفت شكلرنا باك اللي يبدا يخزر لها الحنش باش ياكلها وهي قاعده ساكته تستنى، فهمني؟ هذوما واضح اللي فما مخطط. كنا ولايه قطريه تركيه، عندك هاو تنقل لك قطريه تركيه سعوديه فرنسيه انجليزيه امريكانيه. احنا عشنا الثوره كثوره داخليه وهي مؤامره دوليه. هاد الناس الكل تعرف تو المؤامره الدوليه هي اللي هي مؤامره دوليه، ومؤامره دوليه راهي بدات من قبل. بدات من قبل بتصفيه كل الانظمه اللايكيه في صحيح دكتاتوريين لكن كانوا لايكين. صدام حسين هاكا ترامب قال صدام حسين هذا مجموعه الارهاب كان في درج يحل المشكله. الجماعه هذوما مش قادرين. الدوله وقت يطيحوا صدام حسين حطوا الدوله للشيعه نتاع العراق، وقت يحبوا سوريا طيحوا القذافي، في تونس طيحوا بن علي الى اخره. فما مؤامره دوليه وخلط للاوراق جديد وعلى اساس غلط. انا نتصوروا غلط لانهم كانوا يتصوروا ان المديريت اسلام هذا نتاع اللي باش يحطوهم في الانظمه هذوما باش يحل المشكله نتاع العداء بين الاسلام والامريكا. ما وقعش، بالعكس زاد عجج. حتى هيلاري كلينتون زاد عجج. اي سيدي، واحنا في تونس ناخذوا في تونس اختانا من في تونس احنا باجي قايد السبسي صوتوا له 1,500,000 شخص. صحيح. وصوتوا له 1,500,000 شخص لشيء واحد. الباجي هي. الباجي راجل كبير ويعرف هو مازال ما ينجمش، حتى واحد ما كان يعتقد انه رجل المستقبل، لكن كان هو معناها السد المنيع ضد الاخوان. بديل هو على ضد الاخوان، ضد حركه النهضه اللي خربت البلاد. وبريتو حركه النهضه خدمتها باش تخرب الدوله الوطنيه لانها ماهيش متاحة. الدوله الوطنيه تبنات ضدها وتبنات بشيء من التعسف ضدها، وشافوا من الدوله الوطنيه كان الحبوسات والاحكام بالاعدام تحكم مرقبه معناها هي بيان سور. دونك ما عندهمش حتى شعور بالدوله الوطنيه، وثم ما عندهمش حتى شعور. تو انا يقولوا لي احنا توانسه وعندهم كارت ايدنتيتي، انا نقول وهذا تحت مسؤوليتي الخاصه، ما عندهمش شعور بالوطنيه التونسيه. عندهم انتماءات اخرى، عندهم انتماءات للامه الاسلاميه وانتماءات للامه العربيه وكذا، ما عندهمش هيك الوطنيه التونسيه اللي تقف في الحدود، تقف في 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 في, في سوق هراس. فهمت؟ ولهذلك هذوما جاوا واعطاهم الدوله، خذاوا الدوله، خذاوا الدوله بسرعة عجيبة.